السلام عليكم. هذا الفيديو يختلف، راح احكي عن افضل افلام دي سي اللي انا شفتهن او ترتيبي الشخصي، بما انه هن صار هسه 8 افلام فحبيت ارتبهن حسب ترتيبي الشخصي الافلام دي سي. وهم السبب اني سويت هذا الفيديو لان نسخه زاك سنايدر جاي، فشجعنا على هواي اشياء ضمن عالم دي سي. فواحدة من الاشياء اللي حبيت اسويهن اني اشارك افضل افلامي او افضل ترتيب الافلام عالم دي سي اللي انا شخصيا شفتهن. بما انه هسه 8 افلام فراح ابدي من المرتبه الثامنه الأولى. الفيلم الثامن واللي هو Birds of Prey. الفيلم هذا نزل ب2020 هاي السنة، بس خليته بنهاية القائمة يعني بالمرتبة الثامنة، لأن مو إنه ما عجبني، لا بالعكس حبيته ومستعد أشوفه مرة ثانية وثالثة، بس يعني ما أعرف شلون أوصفها إنه ليش خليته بالمرتبة الثامنة. يعني مو مثل الأفلام الباقية، يعني يمكن يكون أقل من أقل الأفلام المفضلة عندي بعالم دي سي. يعني الفيلم اللي وراه واللي هو Suicide Squad، الفيلم هذا نزل ب2016، وهم إنه مو معنى إنه ما حبيته إنه خليته بالمرتبة السابعة، لا بالعكس أصلا هذا الفيلم كلش خرافي. وهم أكو أخبار هسه إنه ممكن تنزل النسخة الأصلية للمخرج الفيلم اللي أيضا Warner Brother دخلوا وغيروا هواي أشياء مثل ما سووا زاك سنايدر، فممكن متوقعين إنه النسخة الأصلية لهذا الفيلم راح تصدر هم على HBO Max ممكن، لأن أكو هواي أشياء بيها ما شفناها بالنسخة اللي نزلت ب2016. حسب ما قالوا إنه المشاهد اللي للجوكر بالفيلم كأنما فيلم موحدة، وأيضا مشاهد قتالية لبن أفليك كباتمان بالفيلم انقصت، ما خلوا غير مشاهد يمكن 2 أو 3 يعني. فخليت هذا الفيلم بالمرتبة السابعة مو لأنه سيء أو ما عجبني، لا بالعكس، بس لأن هو يعني مو ذاك الاهتمام مثل Birds of Prey. يعني الفيلم هذا لا، المجموعة اللي بيه فعلا خرافي وهم يخليك تشوف مرة ومرة ثانية، بس لأن ماكو أي شيء عنا حاليا بهذا الوقت فصار من الماضي. الفيلم اللي وراه واللي هو Wonder Woman. الفيلم هذا من أنجح أفلام عالم دي سي بالتاريخ ومن أقوى أفلام دي سي اللي سووهن، وهو من نزل قالوا عنه أنه هو أفضل وأضبط فيلم العالم دي سي يعني بذاك الوقت. أنا عندي يعني مو ذاك الاهتمام، بالعكس هم عندي استعداد أشوفه أكثر من مرة ونرجع نشوفه مرة ثانية، بس بما أن القصة صارت يعني قديمة أو هم يمكن من الماضي، يعني هسه الجزء الثاني من ينزل ممكن يكون بالمرتبة الثانية عندي، ما أعرف يعني. الفيلم اللي وراه واللي هو فيلم Justice League. أوكي هسه ممكن الواحد يستغرب إنه ليش خليت هذا الفيلم بهاي المرتبة وفضلته عن Wonder Woman أو Suicide Squad Birds of Prey، ومع العلم شفته هواي ناس مخليه بآخر شيء بالقائمة اللي عندهم. هم خلوه بالمرتبة الأخيرة لأن تغير هواي أشياء بالفيلم، يعني يمكن 80-90% يختلف تماما عن مكان الفيلم الأصلي. بس بصراحة أنا حبيت الفيلم، يعني أعترف إنه فيلم سيء بذاك الوقت ولحد هذا الوقت يعني، بس على الأقل يخليك يعني من تشوفه حتى لو إنه مو زاك سنايدر، يعني أنت بس تشوف هالمجموعة سوى راح تحب الفيلم. ومتأكد وأكيد من تنزل نسخة زاك سنايدر هذا الفيلم أصلا يطلع من القائمة، يعني ما له علاقة بهاي القائمة مال دي سي، بس لأن ماكو أي فيلم من دي سي اجتمعوا به الأبطال وطلع هذا الشيء يعني، فشخصيا أنا حبيته. يعني صح إنه هو ما عجب الجمهور، وأنا الهم لحد هسه منتظر نسخة زاك سنايدر، بس عندي استعداد أصلا أشوفه مرة ثانية من أعلنوا عن نسخة زاك سنايدر، بس خليها فرد مرة على ما تنزل نسخة زاك سنايدر. الفيلم اللي وراه اللي هو شزام. فيلم كلش حلو وشخصية حلوة وراح تحبها، وأتمنى فالشي بلكي يصير إنه الممثل هذا نفسه اللي هو شزام ممكن أو يعني بلكي إنه يطلع في هيك مشهد قصير بنسخة زاك سنايدر، يعني أخير شي خلي يسوي له مشهد أضافه، يعني بما أنه زاك سنايدر عنده فترة طويلة كلش راح يرجع يشتغل على الفيلم، فأتمنى بلكي يخلوه بمشهد هيك أخير شي وياهم يعني يضيفون مشهد. بس الشيء اللي ما أعرف عنه أنه زاك سنايدر هل كانت من خطته فيلم شزام أو لا، لأن أنا أبد ما شفت أي تصريح لزاك سنايدر بخصوص فيلم شزام، فأتمنى يعني بلكي مستقبلا أنه يخلون يضيفون الشخصية بنسخة زاك سنايدر بمشهد بسيط، يعني لأن هذا الفيلم نجح، مو ذاك النجاح القوي بالبوكس أوفيس، بس جماهيريا ومن النقاد هم حبوه ونجح الفيلم، وهذا السبب اللي خلى وارن براذرز يسووا له جزء ثاني ينزل ب2022. فيلم شزام شخصية كلش حلوة وراح تحبها، وفيلم خفيف يعني هيك اكيد تحبه، ما اعرف ليش، فما اظن اكو هواي ناس ما حبوا هذا الفيلم.
الفيلم اللي وراه واللي هو مان اوف ستيل، هذا الفيلم هم من اقوى افلام دي سي ومن اقوى الافلام اللي نزلت بالعالم، لان اول مره نشوف فيلم السوبرمان بهاي الصوره اللي طلعت فيلم مان اوف ستيل، وهذا الشيء يرجع كل الابداع زاك سنايدر اللي سوى هذا الشيء. وشخصيا فعلا حبيت الفيلم ومستعد اشوفه اكثر من مره، بس لين ماكو اي شيء حاليا الى ارتباط بفيلم مان اوف ستيل، يعني جزء ثاني اقصد، انا اشوفه انه يعني بهذا الوقت هو النسى، يعني ماكو اي قصه الى يعني بعد وقت طويل ليرجع الارتباط بين مان اوف ستيل الجزء الاول والجزء اللي ينزل. هاي اذا سووا اكو ارتباط بين الجزئين، ويمكن هذا الشيء يكون منطقي لان الفيلم صار قديم وهو اول فيلم من دي سي نزل، ولحد هسه اكو هواي من محبين افلام دي سي عندهم بالمرتبه الاولى، وما اعترض عن هذا الشيء لان هذا الشيء يخصهم فعلا انه يستحق بالمرتبه الاولى يعني، ويظل بالمرتبه الاولى. بس انا شخصيا لين انه اشوفه صار قديم يعني واعترف انه هو حلو ورهيب، وهنري كافل بسوبرمان خرافي، بس اشوفه لين يعني صار قديم فمو اللي يكون بالمرتبة الاولى عندي يعني اقصد. الفيلم اللي وراه اللي هو اكوامان. اكوامان من احلى الافلام اللي شفتها اني، تجربة سينمائية خرافية من شفتها بالثري دي. ويمكن احنا العراقيين الاكثرية بصورة عامة انه اللي يروحون للسينما يروحون على البونسة انه بس يحبون ينعجبون بالمغامرات اللي تصير داخل السينما، مو يعني اللي يروحون للسينما بس يتونسون على مود يغيرون جو ويحبون الفيلم ويطلع شيء خرافي، لا، الاكثرية يروحون على الفيلم لان منتظري ولان هذا الفيلم فرضا يخص هذا الشخص، يخص هذا البطل. يعني هو انصح لو واحد يشوف ايرادات البوكس اوفيس بالعالم، مو كل هذولا او مو 90% ولا 70-80%، يمكن 50% من اللي منهم من جماهير هذا الممثل او القصة او الفيلم او الشخصية، والباقي هم بس مجرد على مود يتونسون لا اكثر. والسبب اللي خلاني كلش احب فيلم اكوامان لان اول مرة نشوف فيلم بهيج صورة، اقصد انه عالم جو الماي وحروب ومطاحن كلها تصير بالماي وتشوفها بالثريدي، فهذا كل هذن الاشياء يخليك تحب الفيلم. اما الفيلم اللي وراه واللي هو لحد الان افضل فيلم بعالم دي سي، احلى واقوى فيلم شفته بعالم دي سي، واللي هو باتمان فيرسس سوبرمان. اول ما راح احكي عنه هو عن بن افليك، السبب الرئيسي اللي خلاني احب الفيلم ولحد هسه انا متعلق بالفيلم ومتمنى انه يرجع بن افليك كباتمان. قبل كم يوم طلع على ام بي سي باجواء العيد، يعني هم مش من نشوفه مرة ثانية شيء حلو. فالسبب الرئيسي اللي خلاني أحب الفيلم هو بن أفليك كباتمان، تمثيله بشخصية بروس وين وباتمان شيء خرافي، وصراحة أنا أشوفه أفضل من جسد شخصية باتمان بالأفلام الأجنبية واللي هو بن أفليك. مو معنى إنه اللي قبلهم كانوا سيئين، لا بالعكس، يعني كل واحد سوى اللي يقدر عليه، بس بن أفليك تجسيده للشخصية شيء يختلف تماما. يعني لو أقعد منه ساعة أظل أحكي عن شنو الأسباب اللي يخلي أفضل باتمان هم ما ألحق. فهذا الفيلم من أحلى الأفلام الأجنبية اللي أنا شفتها، والحد هسه عادي عندي استعداد أشوفها أكثر من مرة. بس اللي أقصده عن هذا الفيلم هي نسخة الألتيميت إديشن، هاي النسخة اللي طولها 3 ساعات. هاي النسخة حتى اللي ما كانوا حابين الفيلم من نزل ولا ما شافوا هاي النسخة اللي هي هم ترجع لزاك سنايدر حبوا الفيلم، فاللي يكره هذا الفيلم خليه يشوف النسخة اللي نزلت طولها 3 ساعات، وأظن إنه راح يعجب الفيلم. وبس أحب أقول شغلة، هاي القائمة يعني ما راح أفضل ثابتة، لا، منها سرعة أقولها إنه من تنزل نسخة زاك سنايدر تبقى بالمرتبة الأولى، يعني فيلم باتمان وسوبرمان ينزل بالمرتبة الثانية، كل فيلم ينزل عن المرتبة اللي جواها. صحيح هي النسخة بعد ما نزلت، بس كل شيء يسويه زاك سنايدر يطلع شيء خرافي.